تعالى نعمل اول حاجه ايه، هنعمل الاول حاجه الشوكولاته بانانا كيك. عشان اعمل شوكولاته بانانا كيك بحط على النار كزرول واحط فيها كوبايه ميه سخنه، اجيب كوبايه ميه سخنه عندي واحطها على الكزرول السخنه بتاعتي. عندي كوبايه ميه سخنه بتغلي، خطواتك كده كلها قدامك، احطها عايرها واحطها في الكزرول عشان اعمل الشوكولاته بانانا كيك. على ما تغلي بحط عندي، على ما تغلي الميه سخنه بتغلي بحط عندي 2 عدد بيض فقط لا غير وسنه فانيليا واخفقهم مع بعض. خطواتك كده كلها قدامك اهو. يبقى انا حطيت البيض والفانيليا في المكنه وحطيت هنا زي ما انت شايف قدامك ميه سخنه بتغلي، واجيب موستين واقطعهم في الميه السخنه اللي بتغلي كده زي ما انت شايف عشان اهرسهم، ويكون موز طري. خدي بالك من التركه، موز يكون طري. واحده واحده كده مع بعض. يبقى احنا حطينا الاثنين بيضه مكسناهم، وبعد كده حطيت ميه سخنه تغلي. اول ما غليت بجيب 2 موزه تكون طريه وابدا اقطعها في الميه السخنه اللي بتغلي على طول كده تستوي اهرسها، واروح مزودها كمان واحده عشان اعمل قيمه غذائيه للحاجه اللي انا بعملها لعيالي. وبعد كده هبدا نعمل التريكات والتفاصيل قدامك اهو، واحده واحده كده. وبعد كده اهرس الكلام ده كله مع بعض، اجيب هراسه واهرسه مع بعض كل ما يغلي، واحده واحده كده. المضرب الثاني يا مارادونا لو سمحت، مارادونا المضرب الثاني، واحده واحده كده. اعلي عليه المضرب السلك الثاني، واحده واحده كده. يبقى انا بسوي الموز بهرسه في الميه السخنه اللي بتغلي واحده واحده كده مع بعض، وبعد كده هنبدا نعمل التفاصيل كلها قدامك اهو. الكيكه دي طعمها حكايه حكايه حكايه، وهي سخنه، وهنديها توبنج عباره عن جبنه كريمي وسكر وكاكاو ولبن مغلي هعمله على النار. اهم حاجه زي ما انت شايف كده قدامك اهرس الموز في الميه السخنه اللي بتغلي قدامك اهو، وده اللي ما هو ليه، لان الميه سخنه ما اسمرش عشان ما خدش رطوبه، قطعناه بسرعه جواه. بعد كده اهو اروح جايه زي ما انت شايف كده قدامك، اتاكد ان الخليط بدا يغلي، بص عليه كده يا حاج بيغلي، اروح جايباله سكليبر بتاعه وهو بيغلي كده. اروح جايه البيض عندي اتخفق اهو، اروح جايه منزله الخليط ده على البيض على طول وهو عالي على السرعه عشان ما يخرصش. بص كده قدامك، وريحه الفانيليا طلعت عليا لما الموز انضرب. تعال نكمل حاجتنا. حاجتنا عباره عن ايه؟ عندي 2.5 كوباية من الدقيق، ربع كوبايه من الكاكاو الغامق بتاع الحلويات قدامك اهو، نص معلقه كبيره بيكنج باودر، وربع معلقه بيكربونات صوديوم. خدي بالك من التريك اهو، ربع معلقه من بيكربونات الصوديوم. ادخل الدقيق مع الكاكاو مع البيكنج باودر مع البيكربونات الصوديوم، الخليط بتاعي ناعم، البيض والموز والميه. بص بقى عندي خليط عامل ازاي، اروح جايه عامله ستوب كده، واروح ضايفه الدقيق بتاعي اللي فيه الكاكاو والبيكنج باودر والبيكربونات الصوديوم مره واحده. وتعالى ناخدها نمكسها مع بعض، خطواتك كده كلها قدامك. علي 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 علي. عندي بعد كده ايه يا عم حسن؟ عندي فورمة تكون مدهونة مادة دهنية ومتبطنة دقيق، علي عليها بقى. خطواتك كده كلها قدامك. بقى عندي الخليط بتاعي، تعالى كده بجيب فورمة كده زي ما انت شايف قدامك، زي ما انت شايف كده فورمة، هدهنها مادة دهنية وبطنها دقيق، اجي اعمل لها التوبنج بتاعها. التوبنج بتاعها معلقتين لبن ادفيهم، خد بالك من التركة دي. عندي ربع كوباية من جبنه الكريمي، عندي ربع كوبايه من السكر الباودر، عندي معلقه من الكاكاو. خد بالك اهو التفاصيل اهو، احطهم على النار وادمجهم كلهم مع بعض، والخليط بتاعي زي ما انت شايف كده بقى عندي كده سايل. واحده واحده كده، تعالى ادوب اللبن مع الجبنه الكريمي مع الكاكاو زي ما انت شايف كده قدامك اهو. واحده واحده، خطواتك كده كلها، لمع جمع 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 جمع. ده التوبنج ده مهم جدا عشان هنسقيه بيها. يا حاج عباس السلام عليكم.
صباح الفل يا حاج عباس. ازيك يا سيف حسن؟ نهارك قشطه وكل سلام خاص لكل اهل كفر شوك. كل عام الله يخليك يا فندم. كل عام طيبين يا فندم. وانت طيب يا حاج عباس. تحت امرك يا حاج عباس. انا حابب اعيد على اخويا. معاك الهوا معاك. الباشمهندس احمد سرحان. يا باشمهندس احمد يا سرحان، احلى تحيه من الحاج عباس من كفر شكر. ايه تاني يا حاج؟ واولاد اخويا ميار وسما ومحمد وجنى، واحنا بنبعت لهم احلى تحيه من حضرتك ومن برنامج اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. وسلم لي على كفر شكر، شارع شارع وحاره حاره وبيت بيت وشقه شقه، لان انا بيني وبين كفر شكر 5 دقايق بالظبط. الخليط اندمج عندك زي ما انت شايف كده، التركات والتفاصيل. بص فاضجي ازاي. الموز بالشوكولاته يا حسن. اه الموز بالشوكولاته. بعد كده اروح جايه منزله كل حاجتي ومقلبه الخليط كله من الجناب عشان اتاكد ان الخليط بتاعي انسيابي، واروح جايه واخده اجيب الجناب بتاعتي عشان اتاكد ان الخليط بتاعي زي الفل. وعملت الخطوه المهمه، التوبنج اللي انا هحط عليه من فوق قبل ما اسوي. خدي بالك من التريك اهو، انزل الخليط بتاعي اللي كله موز. فاتجي ليه كده؟ عشان الموز. خدي بالك الفاتجي ده بسبب الموز. اروح جاي منزل الخليط بتاعي ده كله واسويه في الفورمه المدهونه ماده دهنيه ومتبطنه دقيق. خطواتك كده كلها قدامك. وعندي شوكه خله احط الخليط بتاعي عليها من فوق، واجيب الصينيه بتاعتي. خطواتك كده كلها قدامك اهو. اجيب الصاج بتاعي اللي انا هسوي فيه، فرني اظبطه على درجه حراره 180 35 دقيقه. اروح جاي مخبطاه كده اهو فيه، متاكده كله تمام. اجيب عندي بقى الصاج يا محمد، تعالى كده اقلب هنا. ايه هنا؟ عندي سكر بودره وجبنه كريمي وكاكاو وكاكاو، وعندي كمان ايه؟ لبن دافي. اروح جايه بقى، بص خد بالك اكسي بالخليط ده، مهم جدا الخليط ده تكسيه في كل حته عشان تستمتع. واقول سلام عليكم يا مدام زينب. مدام زينب حاول اتصلي بينا يا فندم. التفاصيل كلها قدامك اهو. واعمل ايه يا حسن؟ بص التفاصيل، بخله كده او بشوكه نزل الخليط في كل حته. نزل الخليط بتاعك في كل حته كده تمام. صاج عندك زي ما انت شايف كده، فرنك على درجه حراره 180. يا استاذ عبير ازيك يا شيف حسن؟ مساء الفل يا هانم. ازيك؟ الله يبارك لك. اخبارك ايه؟ كله بونو والحمد لله. بونو بونو الحمد لله. لازم كله بونو. نكهتك يا حركاتك يا جماله يا جماله. معلش يا شيف حسن، ليا طلب عند حضرتك. اتفضلي. انا ما عنديش فرن، عايزه حاجات حلوه تتعمل على البوتاجاز من فوق. سهله قوي، سهله. حاجات كتيره تتعمل على البوتاجاز من فوق. تحت امرك. ربنا يبارك لك يا رب. الامر لله، ربنا يبارك. امورينا. حاجه ثانيه يا استاذ عبير. سلام لكل الاسكندرانيه حبايبنا كل العاملين. صباح الفل يا هاني. صباح الفل يا هاني. يبقى عملنا اول حاجه البنانا شوكولات كيك، وادينا لها التوبنج عباره عن جبنه كريمي، عباره عن كاكاو، عباره عن لبن، عباره عن سكر بودره، وخرمناها ودخلناها الفرن على درجه حراره 180 عشان تستمتعي باحلى كيكه فيها موز. انت مش واخد بالك يا حسن ان ما فيهاش سكر؟ خدي بالك لازم الموز يكون مستوي قوي ومسكر، ما فيهاش موز.